متتبعي قناة عبير، كنعتذر منكم على انقطاع البث الاول. نكملوا الجولة ديالنا بمدينة فاس. كما كتشوفوا دابا حنا في لافياط، منطلقين جهة اسوار المدينة القديمة. نكملوا البث ديالنا والله يجازيكم بالخير. بارطاجيو معنا هاد اللايف وكملوا معنا الجولة الصباحية والجولة التحسيسية اللي كنطلبوها منكم تبارطاجيوها معنا، باش حتى نتوما تشاركوا معنا في هاد الجولة التحسيسية. كما عارفين متتبعي قناة عبير، قلنا ما هي أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. من بين الأسباب كانوا بعض الشباب اللي دخلوا معنا في التعليق في اللايف الأول وقالوا أن دابا الأسواق كاين واحد الاكتضاد والمقاهي كذلك. طبعا أخوتي، من بين الأسباب اللي شفنا للأسف أن الأسواق كتعمر بواحد الطريقة عجيبة وغريبة. الله يجازيكم بالخير، حميوا نفوسكم، ما تمشوش تكتاضوا حتى من الناس ديال القرى والبادية، ردوا البال لنفوسكم. ما بغيناش الحجر الصحي يرجع، ولكن إلا تزادوا الحالات فميمكنش الخدمة ديال 3 شهور ديال البلاد ديالنا اللي قامت بهذه المجهودات الجبارة من أجل المغرب وضحات بثلاث شهور ديال الاقتصاد. وكذلك عرفنا بأن صندوق التضامن تعاون مع بزاف ديال الناس وتصرفات 3 شهور ديال الدعم، فماشي سهل أن يتصرف 3 شهور من الدعم من الصندوق. فعرفوا أن الصندوق دابا راه خوا في ليدا، خصنا نديرو يد في يد ونديرو إن شاء الله يد في يد باش نتجاوزوا هذه المحنة. ولكن باش نديرو يد في يد الإخوان، ما علينا إلا الالتزام. الالتزام شنو هو الالتزام اللي كنطلبوا منكم؟ الالتزام هو الكمامة ديالك اللي غتحمي راسك وغتحمي الطرف الآخر. فينا شحال من واحد مريض بفيروس كورونا وما عندوش الأعراض وما عارفش وما حش براسه. فهذاك اللي ما عندوش فيروس كورونا، اللي انت مثلا مريض والاخر ما عندوش فيروس كورونا، الا جيتي وتكلمتي معاه فمن الرداد ديالك ومن الهواء ديالك اللي قريب له غيتصاب بفيروس كورونا، فغتبقى في الانتشار. والمشكل الاساسي ان كما قلت لكم حنا المغاربه الحمد لله كناكلوا الزيت البلديه وكناكلوا الماكله ديالنا كلها صحيه وما عندنا المناعه قويه، ولكن راه المشكل عندنا في الناس الكبار اللي عندنا في الدار، والدينا وخوتنا اللي كبارين في السن. اي واحد كيكون عنده واحد العجوز في الدار، سواء الاب او الام او الخاله او العمه او الجده ديالك، اي واحد عنده واحد الانسان مسن اللي ما عندوش المناعه، فغتبقى تشوف حبابك وتشوف عائلتك كيتوفاو وحدك. باش تجتنب هذا الفراق وهذا الالم ديال الفراق، وطبعا الموت علينا محتمه، ولكن يموت موته طبيعيه غتجيك غتبرد لك، ولكن الا مات لك بفيروس كورونا وغتعرفوا تكون انت سببه، راه ما غتنسالكش وغتبقى دائما كتأنب نفسك. فالله يجازيكم بالخير اخوتي، ديروا الكمامه ديالكم. الكمامه راه ولات اجباريه من 3 شهور ديال الحبس، من شهر حتى 3 شهور ديال الحبس، وكذلك غرامه ماليه كبيره. ردوا البال نفوسكم، ردوا البال عائلاتكم، ردوا البال خوتكم. عندنا بزاف العائله اللي كيكونوا مرادين بالقلب او مساكن بالامراض مزمنه بحال السكري بحال الضغط، حتى هادو يقدروا كيكونوا ساهلين بزاف الاصابه فيروس كورونا. فيروس كورونا خصنا نحتاطوا منه. حنا من بعد هذا الحجر الصحي للاسف الناس سمحوا لنا على انقطاع اللايف، نكملوا معكم. كما عارفين متتبعي قناه عبير، بارطاجيو معنا هذا اللايف، الله يجازيكم بالخير. راكم كتساهموا حتى نتوما في الجوله التحسيسيه وكتساهموا في التوعيه. اي واحد غيبارطاجي هذا اللايف راه عنده اجر في هذا الصباح. كاينين الناس مساكن اللي في الباديه، وبعض الناس اللي ما قاريينش، ما عارفينش شنو الدنيا واقع فيها، ولكن راهم كيدخلوا يشوفوا حتى بعويناتهم في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. دابا كنت تقريبا كلشي ولا عنده بورطابل، كلشي كيبغي يدخل يشوف اليوتيوب وكذلك اللي فيسبوك، وعلى الاقل هذا الصوت ديالنا يوصل. وكذلك كنساعدوا حتى البلاد ديالنا في الجولات التحسيسيه للناس والوعي ونشر الوعي. فاخوتي الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو معنا هذا اللايف باش يطلع لينا هذا اللايف هذا الصباح، وكذلك باش الناس تشوفوا اكبر عدد يشوفوا هذا اللايف ويقوموا بالاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا. الاخوان كما قلت لكم، من بعد ما تهز الحجر الصحي للأسف
كنشوفوا بعض المقاهي، بعض المقاهي طبعا ما كنعممش، بعض المقاهي اللي كيعبئوا 100% ماشي 50%، مع العلم ان لي فرانشيز ملتزمين كنلقاوهم دايرين طبله وحداها طبله خاويه وطبله اخرى عامره، مي بعض المقاهي الله يسمح ليهم كنلقاوها اكثر من 100% يمكن 300% كنلقاوهم عامرين بواحد الطريقه مستهتره، وهادشي للاسف. هذيك الطبله اللي راك تقدر تحط عليها يديك واليد ديالك تقدر الفيروس كورونا، راه واحد الفيروس اللي ما تيتشافش بعين المجرده، يعني تقدر تهزو في رمشه عين قبل ما ترمش عيني كانت هزيتي الفيروس. فردوا البال واحتاطوا الاخوان، ردوا البال على وليداتكم. هذا الصباح رحنا في واحد الجوله بمدينه فاس، المدينه العتيقه، المدينه الجميله، المدينه اللي دابا للاسف كتمر بواحد الركود اقتصادي كبير من بعد فيروس كورونا. معظم التجار كيشتكيو، وهذا الشيء راه واقع دابا في العالم، ولكن باش تشجعوا مدينتكم خاصكم كما قلت لكم تعاونوا السياحه ديال مدينتكم، تعاونوا السياحه ديال بلادكم، ما تمشيوش دابا ديروا السياحه في بلدان اوروبيه وخا فتحوا المطارات، ما تمشيوش البلدان الاوروبيه، شجعوا السياحه في البلاد باش ان شاء الله الصندوق يعمر. كما كتشوفوا هذا المنظر الرائع على المدينه القديمه، انتما راه هذيك القبه الخضراء هي مولاي ادريس، هذا المنظر رائع رائع من هنا. الحمد لله مدينه فاس مدينه جميله جدا جدا، كتميز بالاسوار العريقه ديالها وكتميز بهذه المناظر الخلابه. فدابا احنا منطلقين جهه سيدي بوجيده، منطلق من واحد ملي كومونتير ديال شي وحدين دخلوا عندنا بغاو نمشيو لسيدي بوجيده، احنا منطلقين سمعت باللي غادي يزيروا السفر بالمدن من وراء العيد، غادي يجدوا الحجر الصحي. وهذه المره الاقاويل دابا بزاف القرارات كتكون، ولكن شي قرار رسمي مازال ما خرج، يعني احنا طبعا هذا الشيء راه كيبقى لينا راجع لينا، الا زيروا والا رجع الحجر الصحي كونوا على يقين احنا السبب في هذا الشيء، احنا السبب، لان الاخوان لو كنا احتاطينا ما كانتش غتطلع العدد ل 811، وللاسف الا زدنا استمرينا في هذا الاستهتار ديالنا كونوا على يقين الاخوان راه تقدر ليسر ليسر نبداو نشوفوا الحالات ديال الوفاه بحال الدول الاوروبيه كما كنا كنسمعوا، راه حتى حنا عندنا والدينا كبار، حتى حنا عندنا اسر اللي كتعاني من الامراض المزمنه اللي تقدر ليسرات فيروس كورونا ياثر عليها بشي طريقه كبيره، وراه راه كما شفتوا راه انعاش الله يسر اول شيء اللي كيمر بامراض مزمنه اول حاجه يقدر يدخل ليها هي الانعاش الا تصب بالفيروس كورونا، راه ما كيقدرش يقاوم الريه ديالو ما كتكونش صحيحه باش يقدر يقاوم هذا المرض هذا. وطبعا الاكتضاد على الاسواق اخوتي لا داعي لا داعي لا داعي للاسواق والاكتضاد بالاسواق ديال الخرفان، راه كلشي غيشري العيد، ديروا النظام، خليوا مسافه الامان، ماشي واحد ماشي لاصق في واحد، راه عرفتي راه شفنا شي اسواق قسما بالله الا جاتنا البكيه. الله يجازيكم بالخير، احتاطوا، راه الاحتياط واجب ماشي ليكم انتوما، الحباب ديالكم، الناس الكبار اللي عندكم في الدار، واش تبغيو تشوفوا والديكم كيموتوا يوميا حداكم؟ واش حسبكم الم الفراق سهل؟ راه الا مات لك بكورونا راه غتبقى كتحس بتأنيب الضمير، تقول انا اللي جبت له كورونا، هو جالس في الدار ما تيخرجش، انا اللي جبت له فيروس كورونا. إيه صحيح الوفاة أمر محتم علينا في الحياة، غنموتوا غنموتوا، ولكن نموتوا موتا نحتاطوا، بوركوا با الوالد ديالك ولا الوالد ديالك نتا ولا أنتي ولا أنا يزيد يعمر معاك واحد 10 سنين أخرى، 10 سنين أخرى راه راه ما يعرف بحق الوالدين وفرقهم غير اللي مفارقهم، اللي فارق والديه هو اللي غيعرف القيمة ديال الوالدين ديالو. نسأل الله السلام والعافية، نعم يا ربي، نعم. نستقبلوا لي كومونتير ديالكم الإخوان، يمكن لكم تدخلوا في التعليقات تشاركوا معنا التعليقات ديالكم والرأي ديالكم حتى هو، لأن الرأي ديالكم كيهمنا، وكذلك بارطاجيو معنا هذا اللايف لأن عبركم أنتم كنوصلوا الرسائل ديالنا وكنوصلوا هذه الجولة التحسيسية اللي عسى الله أن تكون خيرا لنا ولكم وللجميع. كما كتشوفوا متتبعي قناة عبير، هدية سيدي بوجيدة،
سيدي بوجيده من الاحياء الشعبيه بمدينه فاس. كنلقاو دائما الاكتظاظ فيها للاسف، بعض الناس اللي كيكونوا ما ملتزمينش، وبعض الناس اللي ما كيخليوش مسافه الامان، ولكن نطلب السلام ونطلب يا ربي الوعي ليهم. هادشي اللي غنتمنوا ليهم. الاحياء الشعبيه للاسف هي السبب الرئيسي في انتشار فيروس كورونا. الا جينا وجلسنا مع انفسنا وقلنا علاش بالضبط الاحياء الشعبيه كتنتشر فيها كورونا اكثر من الاحياء الراقيه، غنعرفوا بان الناس اللي في الاحياء الشعبيه مستهترين. طبعا ما كنعممش، ولكن هذا الاستهتار هذا يقدر يخرج على البلاد كامله. فالله يجازيكم بالخير وليداتكم. دابا من الاحسن نشغلوا وليداتكم في البيت، ما عنده لاش يخرج يلعب في حدا باب الدربة، حنا عاد خارجين من الحجر الصحي، راه مازال ما مشات علينا هاد كورونا. كما كتشوفوا كورونا راه مازال كتنتشر، فمن الاحسن خلي ولدك بلا ما يخرج عادي يلعب لك مع ولاد الدرب، وداك التجمعات تقدر تسبب ليه فيروس كورونا ليك ولعائلتك وعاد الناس الكبار اللي عندك في الدار. فخلي ولدك شغليه بالرسم، شغليه في الدار بالرسوم، شغليه في هاد العطله الصيفيه، بزاف لي زاكتيفيتي اللي كاينين اللي يمكن لك تشغليه به. وبالنسبه طبعا للناس اللي كيمشيو دابا للمساجد كذلك، احتاطوا الله يجازيكم بالخير، احتاطوا ردوا البال. الناس اللي غتمشي المساجد تصلي ردوا البال، ردوا البال. كل واحد من الاحسن حبذا لو جاب الصلايه ديالو معاه اللي غيحط عليها يديه. وكذلك الكمامه، ما تنساوش في السجود الكمامه مهمه مهمه، لانك ملي كتحط راسك في واحد المكان اللي يقدر يكون ساجد فيه واحد قبل منك الفيروس كورونا، رد البال رد البال. كما كتشوفوا متتبعي قناه عبير، هذه هي سيدي بوجيده، سيدي بوجيده مكان حي شعبي بمدينه فاس. المقاهي للاسف للاسف الاخوان، بعض المقاهي راه غيكونوا هما سبب انتشار هاد فيروس كورونا للاسف. كيضرنا قلبنا ملي كنمشيو كنلقاو المقاهي اللي معبئين اكثر من 100%، كيضرنا قلبنا. كيما كتشوفوا متتبعي قناه عبير، فالله يجازيكم بالخير، بارطاجيو معنا اللايف كما قلت لكم، عسى الله ان تكونوا وصلت خير للناس اللي ما عندهاش الوعي وما عرفاش بقيمه خطوره هذا الفيروس، تكونوا سبب في توصلوا ليهم هذه الرساله، رساله خير ان شاء الله لكم جميعا ولينا جميعا. بارطاجيو معنا هذا اللايف باش يتشاف الاكبر عدد الناس، وكذلك يديروا الاحتياطات اللازمه ديالهم. طبعا متتبعي قناه عبير، كما شفتوا الحكومه ما قبضاتش وفرضات علينا الكمامه، الا ولي اهميه الكمامه. الكمامه لها واحد الدور كبير جدا جدا، هذا الدور ديالها هي حمايه الشخص من رداد الاخر، يقدر هو يكون حامل فيروس كورونا وما يكونش عارف راسه انه راه حامل الفيروس. فردوا البال ردوا البال، خصوصا للناس اللي كتجيها كورونا وما عندهاش الاعراض. راه بعض الناس تصدمت بالتحاليل كانتش ما عندهاش نهائيا الاعراض ولقات راسها انها حامله الفيروس. وكذلك بعض الناس اللي لقاو راسهم انهم كذلك كاين واحد التحليله اخرى اللي لقاو راسهم انهم كانوا حاملين الفيروس كورونا وبراو منا، يعني دازتهم فيروس كورونا وما حسوش بها، ولكن ردوا البال. كما قلت لكم حنا ماشي لينا حنايا، للناس الكبار اللي عندنا في العائله، خص الناس اللي مساكن ما عندهمش المناعه. كما كتشوفوا متتبعي قناه عبير، احنا طالعين اتجاه البوجلود وباب قيصه. كما كتعرفوا هنا المقابر فين مدفونين ديال باب قيصه، الله يرحم موتانا ويرحم موتى فيروس كورونا، الله يرحم يعوضهم ويسكنهم فسيح الجنات يا رب. انتم كما كتشوفوا هنا هاد المقابر ديال مدينه فاس، مقابر مقبره كبيره هنا بمدينه فاس حدا باب قيصه.
وطبعا متتبعي قناة عبير، كما قلت لكم في هذا الصباح وفي هذه الجولة الله يجعلها خير علينا جميعا يا رب. ردوا البال اخوتي، ردوا البال، نتعاونوا مع البلاد ديالنا. البلاد ديالنا الصندوق ما عندنا قانا فين نزيدوا، الا زادونا الحجر الصحي راه كونوا على يقين هذا الشيء راه غيكون حنا السبب، لان 811 ماشي برقم هين، خفنا من هاد 811 يبقى غادي في شي ارتفاع خيالي. فالله يجازيكم بالخير، حنا ماشي قديمة جدا اللي غتقدر تسيطر على هاد الجائحة هادي ماديا، ولكن خصنا نراعيو البلاد ديالنا ونراعيو ونعيشو على قد المستوى والمستطاع ديال البلاد ديالنا. ولكن باش البلاد ديالنا تزيد القدام خصنا نحدو من انتشار الفيروس كورونا، لان حتى كما شفتو مساك الاطر الطبية راه بزاف عليهم هاد الشيء، بزاف عليهم باش راهم الى وصلوا لواحد المرحله الاكتظاظ في المستشفيات راهم ما غيقدروش يستمروا في العمل، وغيوقع التعب وغيوقع تراخي. فالله يجازيكم بالخير، نحاولوا عليهم حتى هما مساكن، وكذلك رجال الشرطه مساكن اللي قاموا بهذه الواجبات طيله هاد 3 شهور وما واقفين على قدم وساق، وكانوا خدامين بواحد المجهودات متضاعفه، فبركه عليهم، خليهم حتى هما يشوفوا وليداتهم، وكذلك حتى هما مساكن يرجعوا الحياه الطبيعيه ديالهم. وما نساوش كذلك السلطات، رجال طبعا ما نساوش هما الله يجازيهم بالخير، ما نساوش المجهودات الجباره اللي قاموا بها. كما كتشوفوا متتبعي قناه عبير، حنا دابا في مدينه فاس، هذه الجوله ديالنا تحسيسيه، نتمنى من الله انكم تبارطاجيو معنا اللايف، وكذلك تكونوا مرساله لينا عبر قناه عبير توصلوا الصوت ديالنا، وكذلك التوعيه ديالنا للناس مساكن اللي ما قارينش، والناس اللي ما عارفينش بخطوره وحجم هذا الفيروس. والله يجازيكم بالخير، في السواق ديال الخروف ردوا البال اخوتي، ردوا البال، ماشي تمشي تشري الخروف وتجيب بخروفك بكورونا ديالو للدار، راك تمشي تشري الخروف وتم جايب كورونا. حنا بغيناك تمشي تشري غير الخروف، ما بغيناكش تجيب معك كورونا. والله يجازيكم بالخير، ردوا البال اخوتي وبارطاجيو معنا هاد اللايف توصل الصوت ديالنا للناس، وكذلك دخلوا تعليقاتكم كتهمنا، كتبوا لنا عبر التعليقات الراي ديالكم في هاد الجائحه هادي، وما هو سبب الارتفاع ديال هاد الجائحه، وشنو هي الاحتياطات اللازمه. طبعا معنا هنا متتبعي قناه عبير اوفياء اللي غيقراو معنا لي كومونتير، بارطاجيو معنا هاد اللايف، وشكرا لكم وصباحكم مبروك، ودائما تنقول لكم ردوا البال، وعيد مبارك سعيد لكم جميعا، وما غنبخلوش عليكم بحال هاد اللايفات. تقريبا هاد الاسبوع القادم غنكونوا دائما مواكبين معكم كل ما هو جديد. تحياتي لكم، وما تنسوش تتبعونا عبر قناه اليوتيوب عبير، قناه اليوتيوب عبير معنا مراسلين من كل مدينه اللي كيقوموا بمجهودات جباره غير باش يوصلوا لكم الحقيقه كما هي. تحياتي لكم.